مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. مساء الانتصارات، مساء الأداء الحلو، مساء التألق، مساء روح الفانيلا الحمراء اللي بدأت انها ترجع مرة تانية، وان شاء الله ما تغيبش عننا تانية ابدا. برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. حلقتنا النهاردة فيها اكيد اخبار كتير عن النادي الأهلي. طبعا الفريق حقق امبارح فوز كبير جدا على سيمبا التنزاني 5-0 في مباراة الجولة الثالثة لمباراة دور 16 في دوري ابطال افريقيا، وقرب ان هو يتأهل للدور ربع النهائي. شفنا امبارح الأداء الرائع للفريق على مدار شوطين اللقاء، مش بس الشوط الاول انما برضو الشوط الثاني كان فيه اكيد الاستحواذ التام للعب. هو طبعا ما كانش فيه اهداف، لكن برضو كان فيه تنفيذ لتعليمات الجهاز الفني بعد ما حقق النادي الاهلي خلاص الهدف بتاعه. طبعا بعد الفوز الكبير اللي اتحقق امبارح ده اكيد كمان برضو كان فيه مكاسب ثانيه كتير، واكيد ابرزها رجوع المصابين واهمهم رامي ربيعه اللي كلنا طبعا اطمننا عليه، وكمان حسام عاشور. الفريق قدم عرض امبارح قوي جدا وهو الافضل ليه من فتره طويله، ومع ذلك محدش فينا هيطلع ويقول بقى الاهلي مكانه بقى الدوري الاسباني والدوري الانجليزي والكلام الغريب اللي بنقعد نسمعه ده دايما، لان النادي الاهلي معروف، النادي الاهلي هو كبير افريقيا، سيد افريقيا، وليه سمعه زيه وزي الانديه الاوروبيه، وكمان بينافسهم في عدد الارقام القياسيه للبطولات. سريعا بقى نقفل كده ملف دوري ابطال افريقيا ونفتح ملف تاني هو ملف الدوري المصري. اكيد النادي الاهلي هيقابل ان شاء الله الفريق البترولي انبي بعد بكره، ودي المباراه المتاجله من الاسبوع ال 13، وبكده يكون متبقي للنادي الاهلي ماتش واحد بس متاجل في الدور الاول، وهو طبعا ماتش نادي الزمالك المتحدد ليوم 30 مارس اللي جاي. يعني النادي الاهلي هيخلص مبارياته المتاجله قبل نادي الزمالك اللي لسه ليه برده مباراه متاجله من الدور الاول قصاد الاسماعيلي. عموما الأهلي خلاص أعلن موقفه الواضح من الأزمة المفتعلة حاليا الخاصة بمؤجلات الدوري. النادي الأهلي قدره كبير جدا، النادي الأهلي هو كبير مصر وكبير أفريقيا، ودايما بيرفع اسم مصر ورأس مصر في المحافل القارية، فطبيعي أن يكون ليه مباريات متأجلة. ليه الناس متضايقة ومستغربة؟ هيكون معانا النهاردة برضو جولة في الصحف وفي المواقع عن كل اللي اتكتب وتقال عن النادي الأهلي، وكمان الأخبار المحلية والعالمية، وجولة كبيرة في السوشيال ميديا. هيكون ضيفنا كمان النهاردة أستاذ أيمن محمد المحلل الفني في موقع يلا كورة، وبنبتدي دايما معاكم بأبرز العناوين. الأهلي وحش أفريقيا يكتسح سيمبا بخماسية في دوري الأبطال. لاسارتي الفوز دفعة قوية لمشوار طويل. المدير الفني يطلب تقارير عن فرق دوري الأبطال المرشحة للصعود لدور الثمانية. الفريق الأول يواصل تدريباته بدون راحة استعدادا لأنفيو. الأهلي يفاضل بين شركات تأمين عالمية لمواجهة شبح الإصابات. وزير الرياضة بيع تذاكر أمم أفريقيا إلكترونيا وإلغاء الدوري مرفوض. سيدات طائرة الأهلي يواجه الصفاقس اليوم في نهائي البطولة العربية. بنبتدي حلقتنا معاكم دايما بأهم الكلام والأخبار اللي اتقالوا عن النادي الأهلي في الصحف. الأهرام، الأهلي يسحق سيمبا التنزاني بخماسية ويحلق منفردا في صدارة مجموعته في دوري الأبطال. لاسارتي خدع المنافس بالمهاجم الخفي والشحات أبدع في صناعة الأهداف، ولكن كله في شوط واحد فقط. الأخبار المسائي، الأهلي وحش أفريقيا يكتسح سيمبا بخماسية في دوري الأبطال. المساء، إعصار أهلاوي يضرب سيمبا بخماسية. المساء، خماسية أهلاوية في البطولة الأفريقية، الأهلي نصب السيرك لسيمبا في الشوط الأول. الأخبار، الأهلي يسحق سيمبا التنزاني بالخمسة، شوط أول عالمي، والجماعية كلمة السر، ولاسارتي يطمئن على المصابين. الأخبار المسائي، سيمفونية أهلاوية أمام سيمبا، الأحمر يكتسح بطل تنزانيا بخماسية ويتصدر مجموعته بدوري الأبطال. الأخبار المسائي، لاسارتي الفوز دفعة قوية لمشوار طويل. الجمهورية، الأهلي ممنوع من الراحة في سباقه ضد الوقت. اليوم السابع، الأهلي يفاضل بين شركات تأمين عالمية لمواجهة شبح الإصابات، الفريق يبدأ الاستعداد لأنفي. تجهيز عمرو جمال عبد الحفيظ يحذر من السوشيال ميديا.
نروح مع حضراتكم لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت في الجرايد عن النادي الاهلي، وهنبتدي بالاهرام. الاهرام قالت ان اكد النادي الاهلي تفوقه وصدارته للمجموعه الرابعه في دور ال 16 لدوري ابطال افريقيا بعد ما تغلب امبارح بنتيجه كبيره على منافسه سيمبا التنزاني 5-0 على استاد برج العرب في الجوله الثالثه للمجموعه الرابعه، وبكده ارتفع رصيد النادي الاهلي لسبع نقط، يجي بعديه في المركز الثاني فيتا كلوب برصيد اربع نقط، وبعديهم سيمبا بثلاث نقط، واخيرا شبيبه الثوره الجزائري بنقطتين. جدير بالذكر برضو ان شبيبه الثوره تعادل مع فيتا كلوب في الكونغولي في مباراه امس 2-2. كمان الجمهوريه قالت ان رفض الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي بقياده الاراجواني مارتين لاسارتي منح لعيبه الفريق راحه سلبيه بعد مباراه سيمبا التنزاني واللي اقيمت في الجوله الثالثه من المجموعه الرابعه في دوري ابطال افريقيا. جه قرار الجهاز الفني بعدم منح راحه للعيبه بسبب ضيق الوقت ما بين مباراه سيمبا ومباراه انفي، واللي هتقام يوم الثلاثاء اللي جاي في مباراه متاجله من الجوله 13 للدوري الممتاز. استقال لاسارتي على اجراء عمليه تدوير ما بين اللعيبه، لا سيما وان الفريق هيخوض مباراه كل 3 او 4 ايام خلال شهر فبراير الجاري عشان ينهي كافه مبارياته المؤجله. بيسعى الجهاز الفني لتجهيز كافه اللعيبه المصابه خلال الايام المقبله عشان يقدروا يرجعوا للفريق ويتمكن من اجراء عمليه التدوير. بيعاني النادي الاهلي من اصابه محمد نجيب وحسام عاشور ورمضان صبحي وياسر ابراهيم ومحمد محمود ووليد ازارو ووليد سليمان واسلام محارب، وكان الجهاز الفني فرض كمان غرامه قدرها 250,000 جنيه على اي لاعب بيدلي بتصريحات اعلاميه خلال الفتره اللي جايه. بيسعى الجهاز الفني ان هو يفرض حاله من التركيز على الجميع جوه الفريق في ظل ضغط المباريات اللي بتنتظر الفريق في الفتره اللي جايه. كمان اليوم السابع قال ان استقر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه محمود الخطيب على التعاقد مع شركه تامين عالميه عشان يقدر يستعين بها في التامين على نجوم الفريق من لعنه الاصابات واللي بتورد الفريق من فتره طويله. بدات طبعا تؤثر سلبيا بشكل واضح على الفريق سواء على الصعيد الفني من خلال فقدان عدد كبير من نجوم الفريق، او حتى على الصعيد المادي من خلال تحمل مبالغ كثيره جدا نتيجه طبعا العلاج جوه مصر وبره مصر. شايف مجلس اداره النادي الاهلي ان الفريق بقى بيضم حاليا نجوم بالملايين، اكيد طبعا تعاقد النادي الاهلي مع حسين الشحات بما يقرب من 100 مليون جنيه، كمان تم التعاقد مع رمضان صبحي بما يقرب من 15 مليون او 51 مليون جنيه في 6 شهور، كمان طبعا بخلاف باقي الصفقات الجديده او اللعيبه القدامى المهمين اكيد في الفريق واللي بتصل قيمتهم التسويقيه حاليا لملايين الدولارات زي وليد ازارو وعلي معلول وجونيور اجاييه. قال مصدر في النادي الاهلي ان المجلس بيتفاوض حاليا مع عدد من شركات التامين العالميه عشان يتعاقد مع ويدفع ليها النادي الاهلي مبلغ سنوي ويتم الاتفاق عليه خلال عمليه التفاوض مقابل تحمل الشركه دي تكاليف علاج وتاهيل اللعيبه المصابه. بيتطلع مجلس اداره النادي الاهلي للاستفاده من الشركه في عمليه تطوير الاجهزه الطبيه في النادي وتحديثها بما يساهم في علاج اللعيبه المصابه وبسرعه. طبعا ده الكلام كان على ذمه اليوم السابع، لكن انا عايزه اقول لكم برده ان مجلس اداره النادي الاهلي بيتحرك بكل الاتجاهات عشان يقدر يامن اللعيبه من خطر الاصابات واللي بقت طبعا كتير جدا في الفريق بسبب ضغط المباريات. شفنا من كام يوم التعاقد على جهاز للاستشفاء، جهاز جديد، ولسه طبعا في خطوات ثانيه كتيره جدا للحفاظ على لعيبه الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي. ده كان اهم الكلام اللي اتقال في الجرايد على النادي الاهلي. تعالوا نشوف الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في المواقع الإلكترونية. الموقع الرسمي للنادي الأهلي لاسارت: الأهلي قدم أداء جيد أمام سيمبا والهدف المبكر فتح المباراة. بوابة أخبار اليوم: مدرب سيمبا: الأخطاء الدفاعية سبب الخسارة أمام الأهلي. الشروق: عبد الحفيظ يكشف لماذا لم يحقق الأهلي نتيجة تاريخية أمام سيمبا. كرة: خماسيات الأهلي في بطولات أفريقيا عرض مستمر. يلا كرة: سليمان يتحدث عن مؤجلات الأهلي تألق ندبد وسبب التراجع في الشوط الثاني. لاسارتي يطلب تقارير عن فرق دوري الأبطال المرشحة للصعود لدور الثمانية. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة أنفي. الشروق: الأهلي يستعد لأنفي بمعسكر مغلق الاثنين.
الموقع الرسمي للنادي الأهلي: سيدات طائرة الأهلي يواجه الصفاقس اليوم في نهائي البطولة العربية. نروح مع حضراتكم لأهم التفاصيل، وهنبتدي من الموقع الرسمي للنادي الأهلي لألان مارتين لاسارت المدير الفني للنادي الأهلي. أكد أن فريقه لعب بشكل كويس جدا في الشوط الأول قصاد سيمبا التنزاني، ونجح أن هو يسجل 5 أهداف، وده سمح للجهاز الفني أن هو يغير بعض اللعيبة الحاصلين على بطاقات صفراء، وكمان منح فرصة للعيبة آخرين خصوصا العائدين من الإصابة. تعالوا نشوف مع بعض أهم تصريحات لاسارتي في المؤتمر الصحفي ونرجع لكم مرة تانية. Creo que hicimos un buen primer tiempo. احنا لعبنا الشوط الاول كويس جدا. Y luego el partido nos permitió regular. بعد كده الماتش سمح لنا ان احنا regular los esfuerzos. نحجم مجهوداتنا في الشوط الثاني. Quitar algunos jugadores que tenían tarjeta amarilla. غيرنا بعض اللاعبين اللي كان عندهم كارت اصفر. Y hacer volver a jugar algún jugador como el caso de Rami que hacía mucho tiempo no jugaba. اتاحنا الفرصة لبعض اللاعبين اللي راجعين من الإصابة ان هم يشاركوا في الماتش، وما عنديش اكتر من كده ان انا اقوله. Bueno, el otro resultado nos favoreció. النتيجة طبعا اللي فاتت ساعدتنا. Habiendo ganado hoy, ¿no? وان احنا كسبنا النهارده طبعا. Pero no está resuelto nada, todavía quedan muchos partidos. لكن في ماتشات كتيرة متبقية. Así que bueno, todavía esto no ha terminado. لم ينتهي البطولة، لسه ما انتهتش. وبالنسبة للمنافس هو فهم من الزميل ان احنا دخلنا جون هدف مبكر، وده ساعدنا كتير طبعا. في الماتش بتاعنا كان النهارده بفوز 5-0 في الشوط الاولاني. اللي حاولنا نعمله ان احنا اللياقه البدنيه حاولنا نقلل مجهوداتنا في الماتش في الشوط الثاني، ونوفر الكروت الصفراء بالنسبة لهاني والأيمن وعلي والسولية طبعا، بس لكن نقدر نغير 3 عشان خاطر نحافظ على اللعيبة بتاعتنا من انذارات جديدة. كمان بوابة أخبار اليوم قالت أن صرح باتريك أوسم المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني بأن فريقه ارتكب أخطاء فادحة قصاد النادي الأهلي أدت لخسارته ب5 أهداف نظيفة. وقال كمان: بعد نهاية المباراة لم نتوقع أن نحصد أي نقطة من هذه المباراة، واستقبلنا لهدف مبكر صعب من المهمة. وقال كمان: النتيجة كبيرة جدا، وفي الشوط الثاني كان على اللاعبين أن يلعبوا بالكبرياء وأن لا نستقبل أي أهداف، وكان علينا ردة فعل. وقال كمان: ارتكبنا أخطاء دفاعية غبية في الشوط الأول كلفتنا 5 أهداف، سنسعى لتصحيح ما ارتكبنا من أخطاء على ملعبنا، ولدينا حظوظ للصعود للدور المقبل. كمان الشروق قالت أن كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي الأسباب اللي خلت فريقه ما يسجلش في الشوط الثاني قصاد سيمبا التنزاني، واكتفى بالخماسية اللي سجلها الفريق في الشوط الأول. قال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية بعد الفوز الكبير على سيمبا التنزاني: حققنا الهدف بالفوز وحصد ال3 نقاط، لأن دور المجموعات الأهم فيه هو تجميع النقط لضمان التأهل لدور ربع النهائي، وعن عدم التسجيل في الشوط الثاني وتحقيق نتيجة تاريخية النهاردة. فقال عبد الحفيظ أن الفريق هيلعب مباراة تانية في الدوري بعد 48 ساعة هتكون قصاد أنفي، عشان كده كان الهدف هو عدم إرهاق اللاعبين والحفاظ عليهم والخروج بدون إصابات. وقال كمان عبد الحفيظ أن النادي الأهلي حقق مكاسب من مباراة سيمبا غير الفوز، وهي طبعا مشاركة رامي ربيعة والاطمئنان عليه بعد قيده أفريقيا، وكمان حسام عاشور اللي راجع من إصابة. موقع كورة كمان قال: لم تكن خماسية الأهلي في سيمبا هي الأولى لي على مدار تاريخ مشاركاته في بطولات الأندية الأفريقية، سبق وفاز بال5 في عدة مناسبات قبل كده. الخماسية الأولى كانت في شباك كامبالا سيتي، انتفض لعبة النادي الأهلي وفازوا بنتيجة 5-0 على حساب بطل أوغندا في لقاء دور ال16 في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري سنة 1981. كرر النادي الأهلي الخماسية دي كمان في شباك كامبالا سيتي في دور ال16
بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري سنة 82. كمان الأهلي اكتسح كانون يواندي الكاميروني بخمس أهداف نظيفة في لقاء دور الثمانية لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري سنة 83 في ملعب القاهرة. تواصلت كمان حكاية خماسيات النادي الأهلي في القارة السمراء بفوز بنتيجة 5-0 على حساب هايلاندرز بطل سوازيلاند في ثمن نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس سنة 1986. كمان فاز النادي الأهلي بالنتيجة نفسها على سيمبا التنزاني في مستهل مشواره في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس سنة 93. وفي المسابقة برضو نفسها حقق النادي الأهلي فوز تاني بخمس أهداف على حساب المريخ السوداني في لقاء في دور الثمانية في ملعب اسكندرية في مباراة انتهت بنتيجة 5-1. مسلسل خماسيات النادي الأهلي في أفريقيا عرض مستمر. كمان أمطر الأحمر شباك سان ميشيل بطل سيشل بخمس أهداف بدون رد في إياب دور 16 لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2001. موقع برضو يلا كورة قال أن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي أكد أن الفريق حقق مميزات من فوزه بخمس أهداف على سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا. قال سليمان عندنا مباراة مهمة قصاد أمبي يوم الثلاثاء اللي جاي في إطار مؤجلات الأسبوع 13 من الدوري الممتاز. خدنا مباراتين في الدور الثاني وبقى لنا لقاء نادي الزمالك والمقرر ليه في نهاية مارس اللي جاي. وقال كمان لماذا يتم إقحام الأهلي كطرف؟ تم تأجيل المباريات بسبب مشاركتنا في بطولة دوري أبطال أفريقيا. نفس الأمر حصل مع نادي الزمالك في 2016 لما وصل لنهائي البطولة قصاد سان داونز. وكمان قال مدرب حراس مرمى النادي الأهلي هل يتم تأجيل مباريات الأهلي للحصول على الراحة؟ كمان اتكلم عن المكاسب اللي حققها النادي الاهلي بعد فوزه بخمس اهداف على سيمبا التنزاني وقال الاداء الجماعي هو ابرز مكاسب النادي الاهلي. اداء الفريق بيتحسن من مواجهه لمواجهه تانية. حصلنا على الثلاث نقط بجانب طبعا استعاده بعض اللعيبه زي رامي ربيعه وحسام عاشور. وقال كمان طارق سليمان في تصريحاته مؤكدا ان بطوله دوري ابطال افريقيا هي الاهم وهي الاقوى من جوانب عدة وأهمها طبعا النواحي المادية والاهتمام الإعلاني بجانب طبعا تصنيف الأندية. لسه مكملين معاكم أخبارنا لأخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت. كمان فيتو قالت أن طلب مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي من الجهاز المعاون إعداد مجموعة من التقارير الفنية المتنوعة الخاصة بالفرق المرشحة أنها تصعد من دور المجموعات لدور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا. وده بعد قرب النادي الأهلي من حجز بطاقة التأهل لربع النهائي بعد طبعا انتهاء منافسات الدور الأول من دوري المجموعات بصدر النادي الأهلي بسبع نقط. بيرغب لاسارتي في الوقوف على كل الأمور الفنية المتعلقة بالفرق المرشحة أنها تتأهل من المجموعة الأولى والثانية والثالثة عشان يدرسها جميعا بشكل مبكر. مكملين أخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت وبنوصل للموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال أن الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي بيبدأ النهاردة الاستعداد لمواجهة أنفي والمقرر لها مساء بعد غد يوم الثلاثاء اللي جاي في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. بيسعى النادي الأهلي أن هو يواصل انتصاراته المحلية قصاد أنفي بعد الفوز في آخر ثلاث مواجهات قدام سموحة والمقصة ووادي دجلة. كمان الشروق قالت أن بيدخل الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي معسكر مغلق مساء غد يوم الاثنين استعدادا لمواجهة أنفي والمقرر لها يوم الثلاث. وبيبدأ النادي الأهلي من النهاردة استعداداته لمواجهة فريق أنفي واللي بتقام يوم الثلاث زي ما قلت لكم في المباراة المؤجلة من الجولة 13. كمان الموقع الرسمي لنادي الأهلي قال أن فريق الكرة كرة الطايرة سيدات في النادي الأهلي بيواجه فريق الصفاقسي التونسي الساعة 8 من مساء يوم الأحد النهاردة. بتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الأخيرة للبطولة العربية للأندية للكرة الطايرة كرة الطايرة سيدات واللي بتقام على الصالة المغطاة في استاد القاهرة. النادي الأهلي فاز على نادي الزمالك امبارح يوم السبت بنتيجة 3-0 ومجموع أشواط 25-20 25-17 و25-17. ومعانا عبر الهاتف مراسل قناة النادي الأهلي زميلنا فايز مجدي. مساء الخير عليك.
مساء الخير عليك يا شيما، وبمس عليك وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بيك فايز، عايز اعرف منك اخر اخبار استعدادات النادي الاهلي لمواجهه ان شاء الله فريق انفي يوم الثلاث القادم. اكيد الفريق ابتدى او من النهارده استعداداته للقاء الخاص بالدوري الممتاز في الجوله المؤجله او في المباراه المؤجله من الجوله ال 13 بدون راحه. عايزك تقول لي اخبار التدريب عندك ايه واهم الكواليس. في البدايه بس انا بحب ابارك لجمهور النادي الاهلي على الفوز امس بخمسيه ضد سيمبا التنزاني وصداره المجموعه 7 نقاط. ابتدى المباراه اليوم في تمام الساعه 4 استعدادا لمواجهه انبي في الدوري العام يوم الثلاثاء القادم، وابتدى المران بمحاضره كالعاده في منتصف الملعب من قبل كابتن فادي حفيظ للفريق لمده 5 دقائق. وكان المران بالنسبه للقوام الاساسي مران استشفائي، كان مع الكابتن اليخاندرو مع زي طبعا كابتن عمرو السوليه ومحمد هاني وهشام، كل قومس الاساسي كان مران استشفائي مران خفيف، وبعد كده الجري الخفيف حوالين الملعب، بعد كده راحت القوام الاساسي. اما الفريق طبعا ما لعبش، بيت الفريق اللي ما لعبش امبارح كان مران برضو خفيف شبه ان الكره لعبه بكره ترفيهي، وبعد كده تقسيمه في منتصف الملعب تمام، وانتهى المران مع طارق سليمان وعلي لطفي كانوا بيلفوا حوالين الملعب. طبعا كنا عايزين نتكلم مع الدكتور خالد محمود عن الاصابات، لكن في قرار من الكابتن فايز عبد الحفيظ ان ما فيش اي تصريحات حتى عن الاصابات الا من خلاله. طبعا المران لسه منتهي حالا وانا في انتظار الكابتن فايز عبد الحفيظ طبعا لاي معلومات عن الاصابات وعن الفريق. شكرا ليك فايز مجدي زميلنا مراسل قناه النادي الاهلي من استاد مختار التتش. وزي ما قال لنا فايز مجدي مراسلنا ان التمرين لسه خلصان حالا على استاد مختار التتش. دلوقتي معادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ونوصل معاكم لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار المحترفين. وهنبتدي بالعناوين. اليوم 7/3 يونيو معسكر منتخب مصر استعدادا لامم افريقيا. المنتخب الاول يخوض وديتين فقط بمعسكر امم افريقيا. يلا كورة ناجي، تأجيل كأس الأمم الأفريقية قرار جيد وتأثير المحترفين يتوقف على العقلية. سوبر كورة، وفد الكاف يتفقد استاد القاهرة لمتابعة تحضيرات أمم أفريقيا. الشروق، حازم إمام الكل خائف من إلغاء الدوري. فيتو وزير الرياضة، بيع تذاكر أمم أفريقيا إلكترونيا وإلغاء الدوري مرفوض. الوفد، كوكا يسجل في فوز اولمبياكوس على فانيانيوس في الدوري اليوناني. الشروق، كلوب لا توجد ضمانات للفوز بالدوري. في الجول، فالفيردي، لا اتوقع اصابه كبيره لميسي ولكننا سننتظر ما سيقول الاطباء قبل الكلاسيكو. فاس، نكبه جديده تلحق بدمبلي قبل مواجهه ريال مدريد. كورة، هامسك يضحي من أجل نابولي. بطولات، بوجبا مطلوب في اليوفنتوس مجددا. نروح للأخبار المحلية ونبتديها من اليوم 7 اللي قال إن استقر الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على انطلاق معسكر الفراعنة يوم 3 يونيو قبل بطولة أمم أفريقيا، واللي بتنطلق يوم 21 يونيو بمباراة الافتتاح للفراعنة والطرف الثاني، واللي هيتحدد يوم 12 إبريل اللي جاي خلال مراسم القرعة واللي هتقام عند الأهرامات. كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وافق على تأجيل بطولة أمم أفريقيا عشان تقام يوم 21 يونيو بدل من يوم 14 من نفس الشهر، بناء على طلب دول شمال أفريقيا بتأجيل البطولة لمدة أسبوع، خصوصا أن معسكرات الفرق للإعداد للبطولة كانت هتكون في شهر رمضان وعيد الفطر، وهو ده الوافق عليه الكاف ويتم أو تم بعد كده تأجيل البطولة ليوم 21 يونيو. كمان موقع فيتو قال أن كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم
ان خافير اجيري مكسيكي مدير الفني لمنتخبنا الوطني بيرغب في خوض الفريق ثلاث مباريات وديه في معسكر يونيو اللي جاي استعدادا لبطوله الامم الافريقيه واللي بتنطلق في مصر يوم 21 من شهر يونيو اللي جاي. اكد لهيطة لفيتو انه نظرا لضيق الوقت ما بين توقف مسابقه الدوري وانطلاق بطوله الامم الافريقيه فان هيكون صعب جدا اقامه ثلاث وديات للفراعنه قبل انطلاق البطوله، وهيكون الارجح هو الاكتفاء بوديتين بس مع منتخبين افريقيين وهيقاموا كمان في القاهره. موقع يلا كوره كمان قال ان اكد احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر ان تاجيل كاس الامم الافريقيه بيعتبر امر جيد، وقال كمان ان مدى تاثير اللعيبه المحترفه على الفراعنه بيتوقف على عقليه اللاعب نفسه. قال ناجي كمان عن الميعاد الجديد ان هو شايف ان تاجيل بطوله كاس الامم الافريقيه لمده اسبوع قرار كويس جدا عشان نتجنب التحضير للبطوله في شهر رمضان، وقال كمان ان احنا واجهنا ده في السنه اللي فاتت اثناء التحضير لكاس العالم واكيد ده اثر سلبا علينا في البطوله. مشاهدينا معادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه اخبارنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا مرة تانية لسه مكملين معاكم في قراتنا في كلام في الميديا، لسه مكملين أخبارنا المحلية وبنوصل لموقع سوبر كورة اللي قال إن كان في وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم النهاردة زار استاد القاهرة يوم الأحد عشان يتابع عمليات تطوير الملعب واللي بيستضيف مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي بتقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو لحد 19 يوليو اللي جاي. اصطحب وفد الكاف زيارة استاد القاهرة أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ومحمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية. كمان موقع الشروق قال إن أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن مفيش أي نية لإلغاء الدوري المصري، وده بعد الأزمة المثارة بسبب جدول المسابقه واللي بتهدد اكيد عدم استكمال البطوله. قال حازم امام ان اتحاد الكوره هيعمل اجتماع يوم الاربعاء اللي جاي وده عشان يحل الازمه الخاصه بجدول المسابقه، وقال كمان ان مفيش اي تفكير في الغاء المسابقه. قال حازم امام الكل خايف من الغاء الدوري، في حاله التعصب وصلت لدرجه شديده، فلماذا يدفعنا البعض لالغاء الدوري؟ بل لابد من الهدوء ووضع الامور في نصبها. وقال كمان ان ال 18 نادي المتواجدين دلوقتي في الدوري الممتاز هيصوتوا خلال الاجتماع اللي جاي يوم الاربعاء عشان يوصلوا لاتفاق يرضي كل الاطراف. موقع فيتو كمان قال ان اكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ان تذاكر مباريات بطوله كاس الامم الافريقيه 2019 هيتم طرحها الكترونيا عشان تتاح قصاد الكل لحجز التذاكر بعيدا عن اي مجال للتلاعب او لاحتكار التذاكر لفئات محدده. قال كمان ان هو هيتم الاعلان عن كل تفاصيل الحجز الالكتروني لتذاكر المباريات فور الانتهاء من المنظومه دي خلال الفتره اللي جايه. وقال كمان وزير الشباب والرياضه انه هيتم اغلاق الاستادات الرياضيه والمقرر ليها انها تستضيف مباريات البطوله بدايه من النهارده، وده عشان يتم تجهيزها واعدادها للبطوله من حيث رفع كفاءه الاضاءه وارضيه الملعب. وكمان قال وزير الشباب والرياضه بان لا مجال للحديث عن الغاء الدوري المصري في الوقت الحالي وان ده كلام مرفوض حيث يستكمل او يستكمل الدوري وفقا للنظام المتبع اللي بيسير عليه من قبل اتحاد الكرة. الوفد كمان قالت ان سجل احمد حسن كوكا مهاجم اولمبياكوس في فوز فريقه على بيانيونيوس برباعيه نظيفه واللي اقيمت امبارح على ملعب كارايس كاكي ضمن منافسات الجوله 19 من عمر مسابقه الدوري اليوناني. نجح كوكا ان هو يسجل الهدف الاول لفريقه في الدقيقه 69 قبل طبعا ما يمطر اولمبياكوس شباك الفريق الاخر بثلاث اهداف عبر جوريرو في الدقيقه 75 ولازاروس في الدقيقه 79 وفوكوفيتش في الدقيقه 86 عشان تنتهي المباراه باربع اهداف دون رد لصالح اولمبياكوس. كمان الشروق قالت ان اكد الالماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الانجليزي على صعوبه المنافسه على لقب الدوري الانجليزي او البريمير ليج للموسم الحالي. قال كلوب لا يوجد ضمانات للحصول على لقب الدوري لكننا سنحاول بكل قوة الحصول عليها. وقال كمان لا أشعر بالتوتر بسبب صعوبة المنافسة على اللقب، لا يجب أن نعطي الأمور أكبر من حجمها. وقال كمان أن الخبرة أظهرت لي الطريقة التي كنت أتبعها في السابق كانت صحيحة، فأنا أركز فقط مع فريقي ولا أفكر في أي أمور جانبية أخرى.
موقع في الجول كمان قال ان ارنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونه لا يتوقع معاناه نجم ليونيل ميسي من اصابه كبيره قبل مواجهه ريال مدريد يوم الاربعاء اللي جاي في ذهاب نص نهائي كاس الملك. ميسي تعرض للاصابه خلال التعادل مع فالنسيا 2-2 في الجوله ال 22 من الليغا الاسبانيه. وقال فالفيردي بعد المباراه خلال الايام اللي جايه قبل مباراه الكلاسيكو محتاجين ان احنا نعرف ميسي بيعاني من ايه. وقال كمان انا ما اعرفش بالظبط سبب الام ميسي، ممكن يكون عدم شعور بسيط بالراحه، اكيد هنستنى عشان نشوف الاطباء هيقولوا ايه وبعد كده هنقيم الامور. كمان صحيفه اس الاسبانيه قالت ان في بعض الانباء الصحفيه بتتكلم ان الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونه واللي كان تعرض لاصابه في الكاحل الايسر من اسبوعين تقريبا وكان مقرر ليه ان هو يرجع بكره للتدريبات الفريق استعدادا لمواجهه الكلاسيكو اللي جايه، حس بالام قويه في حلقه وحمى شديده وده خلاه يتوجه لمدينه برشلونه الرياضيه عشان يعمل كشف طبي، وتبين ان اللاعب يعاني من التهاب وفي اللوز ده نتج عنه الام في الحلق وارتفاع في درجه الحراره. في ظل طبعا الوضع الحالي للاعب واضح ان احتماليه مشاركته في ذهاب نص نهائي كاس ملك اسبانيا معقده جدا. موقع كوره كمان قال ان رفض مارك هامسك قائد نابولي الايطالي عرض مغري في الميركاتو الشتوي اللي فات احتراما لناديه الحالي. وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الايطالي ان هامسك اللي بيقف على بعد خطوه واحده من الانتقال للدوري الصيني رفض عرض عشان ينتقل لبروسيا دورتموند الالماني. وبيرجع رفض هامسك للعرض الالماني ان هو ما كانش عنده رغبه في تمثيل اي نادي تاني في اوروبا احتراما لنابولي الايطالي المقرر انه يغادر النجم نابولي بكره يوم الاثنين للصين عشان يعمل الكشف الطبي وينهي كل اجراءات انتقاله لفريق داليان ايفانج. يذكر ان هامسك يمثل نابولي من 2007 وحتى الان وبيعد اكثر من شارك في كل البطولات بقميص نابولي. موقع بطولات كمان قال ان اليوفنتوس لسه حريص على التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد في الصيف ده. وقال موقع فوتبول الايطالي انه على الرغم من استقرار وضع بول بوجبا في الاولد ترافورد تحت قياده المدرب المؤقت اولي سولشاير الا ان البيانكونيري لم يفقد الامل في اعادته للسيده العجوز ولا يزال اليوفنتوس يامل في اقناعه بالعوده من جديد في ظل تطلع الاداره لتعزيز صفوف الفريق بصفقات قويه عشان يقدروا يحافظوا على هيمنتهم المحلية ومحاولة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاكم دلوقتي لفقرة السوشيال ميديا. هنبتدي بالحساب الرسمي لنادي الاهلي على تويتر واللي نشر صوره لحسين الشحات لاعب النادي الاهلي بعد مباراه سيمبا التنزاني وكتب نسر مباراه اليوم هو لاعبنا حسين الشحات. نشر كمان خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي صوره على تويتر لمجلس الاداره وكتب يا صباح الاهلي يا محلاك يا حبي يا عشقي ومزروع جوه قلبي الحمد لله على نعمة الأهلي. كمان كتب طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على تويتر بعد المباراة الحمد لله القادم أفضل إن شاء الله. وعلق حسين الشحات على اختياره كنسر لمباراة امبارح وكتب على تويتر الحمد لله. كمان نشر عمر السلية صاحب الهدف الأول صور من المباراة على تويتر وكتب الحمد لله. نشر كمان محمد هاني صور من المباراة على تويتر وكتب الحمد لله. نشر أحمد حمودي صور على تويتر مع كريم ندفد وكتب الحمد لله على المكسب النهاردة القادم أفضل إن شاء الله. نشر كمان حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال في النادي الأهلي صورة من تدريبات الفريق وكتب الحمد لله على المكسب. كتب شريف عبد الفضيل لاعب الاهلي السابق على تويتر مباراه كبيره للنادي الاهلي وفوز مهم لصداره المجموعه مستر لاسارتي حرر اللاعبين هجوميا واستطاع ان يستفيد من قدرات كل لاعب سرعه التمرير وتقارب الخطوات اهم ما يميز طريقه اللعب. كتب كمان الاعلامي ابراهيم المنيسي على تويتر ولسه القادم اجمل لان العناصر المهاريه في الاهلي كثيره وقادره على الامتاع بمزيد من الثقة والتخلص من التوتر والضغط العصبي والإصابات يزداد الأداء جمال وقوة وإمتاع.
عالميا بقى، نشر البلجيكي ميتش باتشواي المعارمر تشيلسي كريستو بالاس صورة على تويتر من أول مباراة لي مع كريستو بالاس، وكان قصاد فولهام في الدوري الإنجليزي اللي انتهت بفوز كريستو بالاس 2-0، وكتب باتشواي: كانت تلك بداية جديدة في الدقائق الأولى دائما مميزة. كمان نشر الفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي صورة على الانستغرام من مباراة هادرسفيلد تاون في البريمير ليج، المباراة دي انتهت بفوز البلوز 5-0، وكتب: جيد جدا ان نعود للفوز مع مرة اخرى مع تشيلسي. كمان نشر ديفيد لويز لاعب تشيلسي صورة من المباراة على الانستغرام وكتب: دائما معا احسنتم. نشر كمان الحساب الرسمي لنادي تشيلسي على الانستغرام لاعب توتنهام، فنشر صوره على تويتر من مباراه امبارح مع نيوكاسل واللي فاز فيها سبيرز بهدف نظيف، وكتب: واخيرا تحقق الفوز. كمان كتب هاري وينكس لاعب توتنهام على تويتر: لا يوجد افضل من الثلاث نقاط في عيد ميلادك، شكرا على رسائلكم. وفي ايطاليا بقى نشر كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي صوره من مباراه سامبدوريا في الدوري واللي انتهت بفوز نابولي 3-0، وكتب: رد فعل عظيم من الفريق الليلة، سنواصل العمل ونستمر في المنافسة. أخيرا نشر البرازيلي نيمار دي سوفا صورة مع والدته على الانستغرام وكتب: مهما كبرت يظل حضن الأم كما هو. نطلع لفاصل دلوقتي وبعد كده هنستقبل ضيفنا أستاذ أيمن محمد المحلل الفني في موقع يلا كورة. رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو استاذ ايمن محمد المحلل الرياضي في موقع يلا كوره. مساء الفل عليك، منورنا كالعاده في كلام في الميديا. مساء النور يا شيماء، واهلا بيكي واهلا بكل الساده المشاهدين. كده نتكلم عن لقاء امبارح، اللقاء اللي انتهى بخمس اهداف نظيفه قصاد سيمبا التنزاني في ثالث مباراه في دور المجموعات، في مجموعتنا مجموعه الرابعه لكن بتضم النادي الاهلي، سيمبا التنزاني، شباب الثوره الجزائري، وفيتا كلاب الكونغولي. شفت لقاء امبارح ازاي؟ مباراه كانت سريعه جدا طبعا. مبروك الاول للنادي الاهلي والجماهير ومجلس الاداره والجهاز الفني، تصدر المجموعه ماشي بخطوات ثابته، لكن المباراه كانت سريعه جدا خصوصا الشوط الاول. كان في قائد صيني عظيم اسمه سون تزو. سون تزو ده قال في كتابه فن الحرب الشهير في سنه 2500 قبل الميلاد: افضل الحروب هي الحروب السريعه. فالحروب الطويلة تستنزف المنتصر كما تستنزف المهزوم. عشان كده مارتن لاسارتي بيقدم أو مؤمن دايما بالفكرة ديت في كل مبارياته اللي فاتت، وظهر ده بشكل عالي جدا 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 في مباراة الأمس. عايز يخلص دايما اللقاء المباراة من بدري، ودي كانت ميزة الأهلي في الجيل العظيم بتاع السبعينات والثمانينات والتسعينات وبداية الألفية، إنك دايما كنت بتحاول تكسب أو تجيب جون في أول ربع ساعة. الموضوع تطور دلوقتي إن مارتن لاسارتي بيجيب الأجوان مبكرا، يمكن حتى قبل أول 10 دقايق. الانتصارات أو الهدف المبكر اللي بيجيبه الأهلي دايما بيتيح له فرصة إنه يحاول طول الوقت يحاول يتحكم في المباراة. صحيح. من خلال بعض التكتيكات اللي كانت موجودة في مباراة الأمس اللي نقدر نستعرضها بالتفصيل أثناء الحلقة، لكن اللي لفت نظري إن مارتن لاسارتي مستمر على إدارة الكوتشنج، أو الكوتشنج بتاعه هايل ممتاز طول المباراة اللي فاتت، باستثناء بعض الحاجات البسيطة اللي ممكن برضو نبقى نتعرض لها في مباراة شبيبة الثورة اللي كانت موجودة في الجزائر. لكن مارتن طول الوقت هو واعي، عارف هو بيعمل إيه، محرك المباراة بشكل متميز، عارف هو في الوقت الفلاني هيغير أجهزة عشان خاطر هو محتاج يرتاح. صح. عارف ان احنا امبارح علي معلول غير ان هو عنده انذار قبل كده وممكن يغيب في مباراه سيمبا في تنزانيا، هو محتاج ان علي معلول يريح. صحيح. ومحتاج ان علي معلول ده ماتش يوم الثلاثاء اللي جاي قصاد انفي، طبعا عندك ماتش قدام الانبي ده، بتكلم كمان على المحل لكن بتكلم كمان على حتى الانذارات، على مستوى الانذارات انت. صحيح. محتاج اللعيبه اللي عندك ما تفقدهاش بسبب الاصابات ويبقى سبب الانذارات كمان. فانت ريحت اللعيب، عملت ضربت عصفورين بحجر لما ريحت علي معلول، ريحت محمد هاني، نزلت طبعا رامي ربيعه ومحمود وحيد اول الصفقتين الاخيرتين المقيدين في افريقيا في مع النادي الاهلي. كل ده ادالك امتيازات، مش مجرد بس نصر سريع في المباراه الممتعه جدا. أكيد. جدا جدا اللي الاهلي قام بيها امبارح.
يعني من وجهة نظرك ان دايما الاهداف المبكره بتربك دايما المنافس، فبتخلي فرصتنا احنا اكبر بكتير ان احنا نعزز الهدف ده بهدف اخر وهدف اخر وهدف اخر. اكيد طبعا، لان انت وانت نازل دايما بيبقى الريتم او اللعيبه مش بتعرف التمركزات بتاعتها، وبتبقى ممكن ما تبقاش واعيه قوي في بدايه المباراه، لسه في استهتار، لسه في الاجواء التسخين، لسه انا ما عرفتش مين اللي هيلعب قدامي. كمان ساعد ده ان مارتن لاسارتي بدا امبارح بتشكيل مختلف وبخطه لعبه مختلفه. كانت الناس بتتكلم مين اللي هيعوض رمضان صبحي، هل هيلعب بالشكل التقليدي اللي هو 4-2-3-1 ولا هيعمل شكل تاني؟ حتى لما التشكيل نزل في ارض الملعب في بعض الناس قالت ممكن نخلي كريم نيدفيد كجناح معوض او مقابل لحسين الشحات في وجود ناصر ماهر، واللعب او الاعتماد دايما على 4-2-3-1 التقليديه. لكن الحقيقه زي ما انا قلت وذكرت هنا في البرنامج من عده حلقات، ان مارتن لاسارتي بيهمه اكتر التنظيم اكتر ما الشكل الاساسي او الفورميشن اللي احنا بنتكلم عليه في علم التدريب. بيهمه اكتر الاورجنايزيشن، فدايما عنده افكار مختلفه وافكار متجدده. هو شاف امبارح ان سيمبا التنزاني مميز جدا في عمليه الضغط برغم ان هو لقى هزيمه قدام فيتا كلوب، فعمل حاجه كده ظريفه جدا انه خلى سيمبا التنزاني وانت بتحاول تضغط عليا بطريقه 4-4-2 ان انا بنزل هشام محمد ما بين قلبين الدفاع اللي هو سعد سمير وايمن اشرف. لو الصوره الاولانيه موجوده معانا او واضحه هتبتدي نوضح للساده المشاهدين اللي حصل بالظبط واحده واحده في مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني. دي الصوره الاولانيه. احنا هنا عندنا اللايت الابيض دوت على اقصى اطراف اليسار للملعب، هنلاقي ده علي معلول بيتحرك بيتحول الى جناح ايسر. هنا هشام محمد بيستلم الكوره وعلى شماله ايمن اشرف مديله في جاب كبير جدا لهشام لايمن اشرف ان هو ممكن يستلم الكوره ويبتدي يصنع عمليه اللعب. ولو لاحظنا كمان عشان نقدر نقول هل ده شغل مدرب ولا مجرد حادث فردي، لا احنا شايفين ان عمرو السوليه اللي هو بيرتكز ما بين ثنائي الارتكاز او ما بين ثنائي الوسط في مازيمبي في سيمبا في جهه اليمين بتاعت سيمبا، هتلاقيه بيقول له شاور بيقول له روح لايمن اشرف عشان خاطر يمرر الكوره في الوقت ده. كمان في حاجه ثانيه مهمه جدا، الموضوع مش تحركات بس في قلب او في الجزء اللي فيه الكوره، لا في كمان تحرك من ناصر ماهر اللي هو قريب جدا من الحكم اللي هو بيتقدم لقدام ليه؟ عشان خاطر هو متحرك من مركز الجناح الايسر لعمق الملعب، يبقى قدام الباك اليمين لفريق سيمبا التنزاني حاجه من الاثنين، يا اما هيروح لناصر ماهر فبالتالي تبقى المساحه فاضيه جدا لعلي معلول، او ان هو يسيبه ويبتدي علي معلول يتحرك عكس اتجاه الكوره. لان احنا بنتكلم ان عكس اتجاه حركه اللاعبين عفوا، يعني لعيبه سيمبا بتنزل لتحت وفي نفس الوقت علي معلول بيحاول ان هو يتحرك لقدام عشان خاطر يستلم الكوره. ده كانت بدايه الضربه الركنيه او بدايه الهجمه اللي ظهر فيها الاهلي، وده واضح فيه شكل التكتيك اللي انا هستخدمه النهارده. انا النهارده هبتدي، انت لو بتضغط عليا باثنين ثنائي هجومي في منطقه او في منطقه البناء بتاعتي، انا هبتدي اسقط او انزل هشام محمد عشان خاطر يعمل فكره 3+7 دي اللي معروفه في امريكا الجنوبيه او حتى موجوده دلوقتي في علم كره القدم بشكل كبير جدا. صحيح. طيب نيجي نشوف بقى للكرة الجميلة جدا اللي اتعملت في الركلة الركنية واللي بسببها راح مارتن لاسارتي عشان خاطر يهني المساعد بتاعه. نشوف بقى الركلة الركنية في الصورة الثانية، هنشوف التحرك او حاجة مهمة جدا جدا برضو قال عليها سون تزو في كتابه فن الحرب. قال ايه بقى سون تزو؟ قال الاحتفاظ بجاسوس داخل صفوف العدو يساوي جيشا بأكمله. الاحتفاظ بجاسوس داخل صفوف العدو يساوي جيشا باكمله. هنا حسين الشحات احنا بنتكلم على في 4 وفي واحد على خط المرمى، في 5 من قلب منطقه الستة ياردة بالاضافه للحارس في 6، يعني تقريبا كده انت قافل المنطقه تقريبا، ما فيش اي نوع من انواع الفرص انك انت ممكن تعمل كره طويله او كره مؤثره في قلب منطقه الجزاء. حسين كان كمان جاي من اقصى الجانب اليمين وابتدى يتحرك بسرعه عشان خاطر يستلم الكره قدام علي معلول. لما بيجي يستلم الكره، لما احنا هنيجي نشوف قدام خصوصا ان مفيش حد على حدود منطقه الجزاء، هنلاقي ان في حسين الشحات وهو بيتحرك بيستلم الكره في ابتدت العدد بتاع سيمبا التنزاني يتحرك معاه للخارج، وبالتالي هيفضي المساحه اكتر في نص في وسط منطقه الستة يارد. كمان في 3 لعيبه من النادي الاهلي على حدود منطقه الجزاء او على حدود منطقه الستة، في 2 منهم هيتحركوا جهه المرمى عشان خاطر ياخدوا عينين مدافعي سيمبا التنزاني. صحيح. وبالتالي الكوره تصل بسهوله الى عمرو السوليه. ده تكتيك خداعي كان مهم جدا جدا جدا، وابرز لنا ازاي اهميه الكرات الثابته والضربات الثابته بشكل مختلف وشكل جديد كنا مفتقدينه في الاهلي في الفتره الاخيره. ده كان الهدف الاول. طيب انا بعد الهدف الاول ايه اللي بيحصل؟ دايما بيقول لك ايه برضه في الكتاب الجميل ده اللي هو كتاب فن الحرب، كان بيقول لك ايه؟ تظاهر بالقوه عندما تكون ضعيفا.
لو احنا بصينا في تفاصيل كده في قلب المباراه هنلاقي ان حارس سيمبا التنزاني بعد الجون الاول بيهدي اللعيبه بتاعته، بيهدي زملائه، اهدوا احنا لسه بدري، برغم ان هم لسه شايلين خمسه قدام فيتا كلاب، لكن واضح ان رقم خمسه عنده مشكله معاه بالظبط، لكن هو كان بيحاول ان هو يدي ثقه لزملائه. فانت لما انت بتلاقي الفريق اللي قدامك بيحاول ان هو يتمالك نفسه ان انا لا انا مش هيقدر يدخل فيا هدف ثاني او هدف ثالث، فببتدي شويه شويه اهدي اللعب وابتدي اسيطر على الملعب شويه شويه. ده حصل حوالي 16 او 17 دقيقه الاهلي كان بيلعب بنفس السيستم اللي هو انت بتنزل كهشام محمد ما بين ثنائي قلب الدفاع وبتبتدي تحاول تمرر الكره يمين وشمال، وكان بيصاحب ده بعض التحركات في وسط الملعب. لكن كمان سون تزو قال ايه؟ قال لا تكرر الخداع الذي فزت به مرتين متتاليتين. فانت ما ينفعش انك انت خلاص انا دلوقتي انا عرفت ان هشام محمد هياخد الكوره هيستنى لما غايه ايمن اشرف او سعد سمير تتواجد له المساحه عشان خاطر يبتدي يمرر الكوره، طيب احنا تعالوا نغير التكتيك بتاعنا ونلعب لعبه جديده ونعمل جيم جديد قدام سيمبا التنزاني، طيب نعمل ايه يا لاسارتي؟ طيب تعالى احنا بنلعب 4 3 3 في الاساس، طيب هخلي ندفيد يجي يتبادل الكرات مع هشام محمد عشان خاطر استخلص او اخرج من الضغط الثنائي الخاص بنادي سيمبا التنزاني. نشوفها في الصوره رقم 3 هنلاقيها واضحه جدا. هنا هنلاقي الهايلايتس موجوده على ثنائي هجوم سيمبا التنزاني اللي بيحاول كان دايما يضغط. هنا نشوف هشام محمد كان قبل كده بيتواجد ما بين قلبين الدفاع، لا هنا هو متواجد في عمق الملعب. ده كان بسبب الكره، ده كان بسبب ايه؟ كان بسبب هروب كريم ندفيد من منطقه الوسط اللي كان موجود عليها الهايلايتس الثالث اللي هو مكان حسين الشحات، هو تراجع للمنطقه ديت عشان خاطر يعمل معاه تبادل للكرات، وبالتالي انا خرجت اثنين بقى قصاد اثنين، وبالتالي انا بقى عندي زياده عدديه في وسط الملعب، وعشان خاطر ما افضيش المساحه الخاصه بعمق الملعب وافضل دايما مسيطر عليها من خلال وجود تواجد السوليه وناصر ماهر وحسين الشحات اللي قام بدور كريم ندفيد في عمليه ملء وسط الملعب. في نفس الوقت علي معلول ومحمد هاني احنا زي ما احنا شايفينهم فاتحين دايما على اطراف الملعب. ده كان التكتيك الثاني او الجزء الثاني او الخدعه الثانيه اللي استخدمها مارتن لاسارتي في شن عمليه الهجوم. هنا بقى بنتكلم بقى على القدرات الفرديه في الصوره رقم 4. الصوره رقم 4 لما الكره وصلت على حدود منطقه الجزاء، دايما احنا كنا بنتكلم على جونيور اجاييه، وفي ناس كانت بتتكلم على وليد ازارو، وانا من الناس المقتنع جدا جدا بجونيور اجاييه في مركز راس الحربه او مركز المهاجم. هو مش بس بيتحرك في المكان الفاضي، احنا لو شفنا في بدايه الهجمه هنلاقي ان اجاييه كان موجود مع قلب الدفاع، هو هنا موجود عند الظهير الايمن لنادي سيمبا التنزاني. ده في الكره يعمل ايه؟ ده كده انا كده بخلي قلب الدفاع بدون دور واضح، بكده بس فضي المساحه لعلي معلول اللي هو جاي من ورا، يا اما لازم يلتزم الجناح العكسي لنادي سيمبا التنزاني عشان خاطر يقدر يوصل معاه لعمق منطقه الجزاء. لكن هنا الكره لما توصل لاجاييه هيستلم الكره، وهنشوف كمان بقى الظهير الايسر الظهير الايمن لنادي سيمبا التنزاني في الصوره اللي بعديها بقى موجود فين. هنا الظهير الايمن لظهير سيمبا زي ما بنقول كده في مهب الريح، الكره استلمتها وكمان اجاييه استلم الكره لناصر ماهر اللي عمل الزياده في عمق الملعب او على حدود منطقه الجزاء لعلي معلول المنطلق من الخلف. فكده انت عملت تكتيك مختلف برضه، انت كده انت كاجاييه نجحت التكتيك ده بفضل تحركاتك الذكيه، انت مش وقفت يعني اي واحد طبيعي كان هيحاول يدخل ما بين قلبين الدفاع في الصوره اللي فاتت عشان خاطر يحاول ياخد الكره عرضيه، لكن انت دخلت او انت رحت اتطرفت على اخر مدافع عشان خاطر تفضي المساحه لزميلك، وده اللي ظهر بشكل كبير جدا في الهدف الثالث. طبعا احنا او في الهدف الثاني، طبعا احنا كده بنتكلم على الهدف الثاني، ابتدى بقى سيمبا التنزاني لا يشعر بنوع صحيح. من انواع لا في مشكله احنا كده بنتغلب واحد والثاني كده ممكن يتكرر سيناريو فيتا كلاب. طيب كان الحل ايه؟ ابتدى بدل ما كان بيلعب بالراحه لا ابتدى يندفع، ابتدى ما يبقاش متمركز بشكل جيد، ابتدى يلعب كرات طويله، فحصل حاجه مهمه جدا. كان في عشوائيه سيمبا التنزاني، وده يمكن اللي سهل في دخول الثلاث اجوار اللي بعد كده. اكيد، بس كمان كان في حاجه مهمه يعني العشوائيه لوحديها يا شيما، لو الاهلي بيلعب بدون تدريبات بدنيه قويه جدا 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 كان الجون الثالث دوت ما جاش. ليه بقى؟ لان احنا عندنا اهم حاجه في كره القدم هي مرحله التحولات. الكره بتاعت الهدف الثالث ديت مرت بثلاث تحولات، كانت هجمه الاول لنادي سيمبا التنزاني قطعها محمد هاني، ابتدت تتحول لناصر ماهر اتقطعت منه، راح عليها اجاييه ومع كريم ندفيد، وبعد كده اجاييه لغايه ما عرف يستخلص الكره وابتدى يوصلها لحسين الشحات على اقصى الطرف اليمين. طيب دلوقتي احنا بنشوف في الصوره رقم 4 ان حسين الشحات موجود متمركز حواليه مجموعه من اللعيبه، واجاييه وحيد تماما، مفيش اي نوع من انواع الرقاب. ده يوضح لك قد ايه سوء التمركز اللي في سيمبا التنزاني، وكمان بيوضح لك ان القوه البدنيه اللي زادت جدا عند النادي الاهلي او عند لعيبه النادي الاهلي في الاستخلاص وفي الركض وفي استرجاع الكره بسرعه،
وحتى تحكمهم في الكرة برغم قلة عددهم ده ممكن يشكل خطورة، وده اللي واضح في الصورة اللي بعد كده. بنتكلم كمان بقى على تحركات جونيور أجاي، كرة طبعا وصلت في الآخر لعلي معلول. أجاي الشكل الطبيعي بتاع أي مهاجم إن هو يحاول يقول له العب لي الكرة على البعيد، أو لو أنا هلعب الكرة على القريبة، إزاي التحركات الخداعية بقى بتاعت جونيور أجاي ممكن تفيد الأهلي في مركز رأس الحربة، وده اللي الأهلي كان مفتقده الحقيقة في الفترة اللي فاتت، سواء في وجود مروان أو أزارو، مع كامل الاحترام ليهم كلهم ليهم مميزات، لكن أجاي بالذات في ظل السيستم أو الفكرة بتاعت الأهلي إن هو دايما بيحب يلعب كرة، وإن هو حريف بمعنى الكلمه، بيقدر يتناقل الكره بسهوله مع زملائه، خصوصا مع ناصر ماهر ومجموعه المهارات اللي انضمت للاهلي في يناير الماضي، اتاح ده لاجاييه واتاح للاهلي ان هو يبقى عنده زياده عدديه. في وقت من الاوقات اجاييه بيحاول يرجع في وسط الملعب فبيشكل دور زائد، زي ما كان بيعمل مثلا بوبي فيرمينو مع ليفربول الفترات اللي فاتت قبل ما يبدل مركزه مع محمد صلاح، وفي وقت بتجده في مركز الراس الحربه زي ما احنا هنشوف في الصوره ديت. هنا تحركات جونر أجاي الخداعية كانت في منتهى الروعة. هنا في الصورة على اليمين هو بيحاول يرجع للورا عشان خاطر يسرق نظر المدافع، مش بس يسرق نظر المدافع، لا كمان بيحاول بعد ما بتسرق نظر المدافع وبتشتت تركيزه، انت خلقت المساحة الكافية لانك انت تاخد الكرة وتستلمها وتحطها بوش رجلك في الزاوية اليمين. كان هدف رائع جدا جدا، وبعتبره من اجمل اهداف المباراة، كناحية تحرك، كناحية ناحية جماعية، كناحية بدنية كمان. بصراحة كان هدف انا بشايفه اللي هو الامتع بالنسبة للأهلي في المرحلة ديت. طبعا اطرق الحديد وهو ساخن، دي حكمة طبعا عربية معروفة ملهاش علاقة بسون تزو. فالأهلي استغل النقطة ديت في ان هو يجيب الرابع والخامس. برضو كان في عندنا جونيور أجاي كان ليه دور مهم جدا في ان هو بيستلم الكرة بيبقى زائد في لاعب في خط النص، ولما بيجي ينطلق طبعا خلاص انا شفت كدفاع قدرات جونيور أجاي فابتدي اركز عليه، فتيجي صحيح. بقى الفرصه الجامده جدا او التكتيك الذكي اللي قام بيه مارتن نصرتي في انك انت ازاي تستخدم كريم نيدفيد كلاعب بيزيد جوه منطقه الجزاء. ده حصل قبل كده في مباراه فيتا كلاب، ومنه اتى الاهلي او حصل الاهلي على ضربه الجزاء، حصل قدام شباب الثوره والاهلي استطاع التعادل مع عن طريق كريم نيدفيد. وكمان كريم نيدفيد في الصوره رقم او في الجزء اليمين انطلق في عمق الدفاعات، وكان جونيور أجاي كان التركيز كله على جونيور أجاي، وكمان بالظبط كده، وكان في الصوره ده كان في الصوره اللي على اليمين، الهايلايتس طبعا موجوده على كريم نيدفيد في اللقطتين. في الصوره اللي بعديها اللي على الشمال كان أجاي، حتى تمركز أجاي او الوضع التشريحي بتاع أجاي بيقول ان انا مش هستلم الكرة، انا بحاول اعطل، انا بحاول اضحك على اللعيب. أجاي فاتح رجله تقريبا بزاويه 180 درجه، يعني هو استحاله هيستلم الكرة في هذا الوضع، لكن انا باخد نظر المدافع بحاول اطلع خط الدفاع لي بعيد عن منطقه الجزاء عشان اسيب فرصه لكريم نيدفيد اللي بيخترق من العمق. وطبعا كان الاسيست الممتاز والرائع من حسين الشحات في المساحه الخاليه. طبعا حسين الشحات في الهدف الرابع وفي الهدف الخامس كان ليه نصيب الاسد في انك انت تقدر تسيطر على الكرة، تتحرك بذكاء وتلعب الكرة بدقه، وده اللي كان بيحتاجه الاهلي من اجنحته في الفتره الماضيه، بالاضافه الى طبعا كره الهدف الاول اللي احنا قلنا عليه اللي هو الجاسوس اللي انطلق من قلب صفوف العداوه عشان خاطر ياخد الكره ويحاول يوصلها بامان لمنطقه الجزاء او مسمى التسجيل. صحيح. طيب خلينا نروح للشوط الثاني، ايه سبب عدم تهديف النادي الاهلي او عدم احراز النادي الاهلي الاهداف في الشوط الثاني؟ هل فعلا بعد ما سمعنا تصريحات مارتين لاسارتي وكابتن سيد عبد الحفيظ ان احنا ما كناش عايزين نجد اللعيبه اكتر من كده، خلاص احنا وصلنا للثلاث نقط اللي احنا محتاجينهم من البطوله ودور المجموعات ده مش محتاجين منه غير بس النقاط، وعندنا بطوله او عندنا مباراه يوم الثلاثاء القادم قصاد انفي، وحاولنا ان احنا نريح كل اللعيبه او العناصر المهمه؟ في نقطتين، النقطة الأولانية كلامهم ينطبق ويكون صحيح تماما، نرفع لهم القبعة لو كان الكلام ده منطبق بس على مباراة الأمس اللي هي مباراة سيمبا، وإنك أنت فايز في الشوط الأولاني 5-0 نتيجة كبيرة جدا وصعب صعب صعب جدا تعوض. لكن في حاجة كمان مع تواضع مستوى تواضع المنافس أو أنت أظهرته بشكل متواضع بسبب قوتك وبسبب التكتيك اللي أنت بتستخدمه، لكن كمان النتيجة دي أو الفكرة ديت ما تنفعش مع الأهلي لو متقدم مثلا في الدوري أو في أفريقيا بنتيجة فرق واحد بس زي ما حصل في مباراة وادي دجلة ولا حتى اثنين. فالمفترض انك انت في الشوط الثاني، انا مش ممكن ما اجهدش اللعيبه بتقسيم المباراه او بتقسيم الشوط الثاني ثلاث مراحل. المرحله الاولانيه انا بطلع من ما بين الشوطين دايما ببقى عندي راحه اللي هي ربع ساعه. انا ممكن ازود الراحه للاعبتي بدل ربع ساعه هخليها نص ساعه، ازاي؟ بان انا اسيب الكره للمنافس بتاعي
في نص ملعبه هو لمده 15 دقيقه، مش هحاول افكر في عمليه التحولات ان انا اول ما اقطع الكره اعمل تحولات سريعه من الدفاع للهجوم عشان خاطر ادخل مباراه، فانا بسيب لنفسي ربع ساعه، بعد كده ببتدي احول في الربع ساعه الاخير او الربع ساعه الثاني من الشوط الثاني ببتدي اعمل بقى عمليه التحولات. انا كده ارتحت، خدت ربع ساعه اكسترا اكسترا تايم بالنسبه للراحه بالنسبه لي، ببتدي اعمل عمليه التحولات في الوقت اللي المنافس فيه ابتدى تركيزه يقل او تعليمات المدير الفني ما تبقاش موجوده في عقله بشكل كبير. في الجزء الثالث من المباراه ده بيبقى الجزء اللي بينهار فيه الفريق بدنيا او بيقل فيه الفريق مجهوده بدنيا بشكل كبير، وبالتالي انت بتحاول توسع مساحات الملعب، بتحاول تخلي الارتكازات بتاعتك موجوده في العمق لكن الظاهرين الجنب بيوسعوا مساحات الملعب عشان خاطر تقدر طول الوقت تقدر تمرر الكره وتجد المنافس بان هو اللي يجري اكتر من الكره، وانت الكره دايما بتبقى موجوده معك. لكن انا متفق معاهم امبارح ان هو لما يجي يقدم هذا الاداء في الشوط الاول وهذه النتيجه في الشوط الاول ما فيش ما يمنع خالص انك انت تموت المباراه حتى ال 45 دقيقه دون ما تشكل خطوره. كمان الاستفاده من التغييرات هي المهمه اكيد، يعني انا لما اجي اطلع علي معلول زي ما قلنا في بدايه الحلقه ولما اطلع محمد هاني، علي معلول من ساعه ما راجع من الاصابه وهو بيلعب من مباراه بيراميدز بشكل متتالي تقريبا لعب كل الدقائق، وبالتالي هو كان محتاج جدا فتره الراحه كمان عشان خاطر تقدر تعد محمود وحيد وما يبقاش كمان بعيد عن حساسيه المباراه، لان محمود وحيد تقريبا بقاله شهر ما لعبش كوره من ساعه انضمامه للنادي الاهلي، وبالتالي انت كانت فرصه ممتازه جدا انك انت تجرب محمود وحيد، كانت فرصه ممتازه جدا انك انت تشوف رامي ربيعه في التغييرات في قلب الدفاع، لان ايمن اشرف برده اصيب بالاجهاد من كتر ما لعب في مركز الظهير الايسر ومركز قلب الدفاع، تحمل كتير جدا، وبالتالي انت كان عندك افكار كتير جدا او نجاحات كتيره جدا حتى في اداره الشوط الثاني بعيدا عن الاهداف اللي انت عملتها في الشوط الاول. طيب خلينا نتكلم عن البطوله بشكل عام وعن مجموعه النادي الاهلي. النادي الاهلي بيقع في المجموعه الرابعه مع سيمبا التنزاني، مع بيت كلاب، ومع شبيبه الثوره الجزائري. شايف مين هو الاقرب للصعود لدور الثمانيه مع النادي الاهلي، لان طبعا النادي الاهلي هو في صداره المجموعه في 7 نقاط. هي المجموعه دي معقده شويه بالنسبه للصراع على المركز الثاني، لان احنا عندنا فيتا كلاب عنده 4 بونت، شباب الثوره عنده نقطتين، سيمبا التنزاني عنده 3 نقاط، وبالتالي في عندهم صراع، في صراع كبير جدا هيبقى موجود ما بين هذه الفرق. سيمبا التنزاني عنده مباراتين صعبتين، يعني هو طبعا لعب قدام شباب الثوره وقدر ان هو يفوز عليه في الجزائر في عفوا في تنزانيا، لكن مباراته قدام الاهلي وفيتا كلاب في تنزانيا ممكن فرصه اكتر ان هو يحصل نقاط. فيتا كلاب لعب مباراتين على ارضه، وبالتالي هو هيخرج مباراتين بره ارضه، فده ممكن يزيد الامر صعوبه شويه. في ظاهره كمان غريبه جدا، عدد الاهداف الكبير 5 اهداف 8 اهداف، بنشوف حاجات غريبه جدا في دور المجموعات. هو ده استثناء مش قاعده، يعني احنا خلينا نبقى نتفق ان ده استثناء مش قاعده، لان على مدار المباريات اللي فاتت او البطولات اللي فاتت على الاقل في السنتين اللي فاتوا دول ما كانش فيه عدد اهداف كبيره جدا، يعني ممكن توصل حتى يعني 4، لكن 5-0 8-0 يعني ما يعني هو الافريقي التونسي ده اللي كان مفاجاه الحقيقه، كان مفاجاه كبيره جدا ان انت تكسب بهذا الكم من الاهداف، خصوصا الاسماعيلي في مباراته قدام قدام مازيمبي في لومومباتشي كان يقدر يكسب، لكن هو طبعا بعض الظروف اللي حصلت هناك وده ضربه الجزاء هي اللي خلت الاسماعيلي يخسر، لكن صحيح. فكره انك انت تخسر ب8 قدام 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 مازيمبي دي كانت نتيجه مذهله جدا. لكن عموما خلينا نقول ان الانديه في افريقيا او في بطوله افريقيا دايما احنا بعتبر، انا عن نفسي بعتبر ان البطوله الافريقيه بتبتدي جديا من دور الثمانيه وبشكل جدي بشكل فعلي من دور الاربعه. طب يعني خلينا بما انك بتتكلم بس عن البطوله الافريقيه، رايك ايه في تصريح ان الكونفدراليه الافريقيه هي الاقوى وهي اقوى من دوري ابطال افريقيا؟ تصريح مضحك، يعني هو يعني ما مش فكره، هي مش فكره ان انا عشان خاطر انا بشارك في بطوله ان انا اقدر اقول ان هي اقوى او هي اضعف، انا ممكن اقول انها في نفس المستوى استنادا على ايه؟ برضو عشان خاطر برضو الناس كانت بتتكلم استنادا على قوه الانديه اللي بتلعب ممكن في يعني ممكن في البطولة. يعني في فتره ما لما الاهلي كان بيلعب في الكونفدراليه كان كابتن صفا حفيظ قال ايه؟ ان اللعب في الكونفدراليه يساوي اللعب في دوري ابطال افريقيا، لان بسبب ان ممكن كان في الموسم ده خرج انديه كتيره جدا بشكل مفاجئ من دوري الابطال لدوري لدوري الكونفدراليه، عشان كده الاتحاد الافريقي غير في النظام بتاع دوري ابطال افريقيا عشان يضمن اكبر كم ممكن من الفرق القويه اللي تفضل موجوده في دوري ابطال افريقيا. كنا زمان بنعمل ايه؟ كنا زمان بنعمل دور ال 32 ودور ال 16 وبعد كده بتبتدي على طول من دور الثمانيه مجموعتين، وبالتالي كان في دور ال 16 كان من الممكن انك انت تلاقي فرق قويه
بتقع قدام بعضيها. يعني ممكن تلاقي مثلا مفاجأة كبيرة، مثلا تلاقي مثلا فريق وفاق سطيف بيلعب قدام مازيمبي، فوفاق سطيف يطلع مازيمبي. وفاق سطيف فريق كبير، وممكن نتيجة ماتش أو حاجة ممكن يكون فريق غير موفق زي مازيمبي، فبالتالي مازيمبي ينتقل لبطولة الكونفدرالية زي ما حصل مع الأهلي. الأهلي كان بيلعب مثلا وقتها قدام أهلي طرابلس أو اتحاد طرابلس، فخسر البطولة أو خسر أو خرج من دور ال 16 وانتقل للكونفدرالية. فبتبقى المباراة هنا في دور ال 16 ممكن تلاقي فرق قوية تقع في مجموعتك، مريخ، الهلال السوداني برضو فرق قوية، لكن أنت دلوقتي بتحاول تغير النظام عشان خاطر تضمن أكبر كم ممكن من الفرق القوية اللي توصل. لكن فكرة أن الكونفدرالية أقوى او البطوله دوري الابطال افريقيا هي الاقوى، مش هذه المقياس. انت كده كده بتكسب بطوله، يعني صحيح. انت مش محتاج انك انت تغازل جمهورك، انا عارف حضرتك بتقصدي مين، لكن انت مش محتاج تغازل جمهورك وتقول ان دي البطوله الاقوى ودي البطوله الاضعف. انت المهم حتى لو هي دي بطوله اقل قوه، المهم انك انت تفوز بيها، لان ده بيضاف لسجل بطولاتك، وده اللي لازم تركز عليه. دايما تركز على اللي في ايدك مش اللي في ايد غيرك. صحيح. طيب نرجع تاني لمجموعتنا، وكنا بنتكلم عن مين من وجهه نظرك ممكن يكون الوصيف في المجموعه دي او صاحب المركز التاني اللي هيتاهل لدور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا للنسخه الحاليه. موقف فيتا كلاب اتعقد، يعني بعد التعادل مع شباب التسارو، خصوصا هو كان متقدم 2-0، موقفه اتعقد جدا. المباراه في الاخر 2-2، فمباراته قدام شباب التسارو في الجزائر اللي هي المباراه القادمه على طول هتبقى هي النقطه المفصليه، لان شباب التسارو لو كسب هيبقى 5 بونت، وكمان هيستقبل سيمبا التنزاني بعديها في الجزائر، فممكن شباب التسارى يعمل مفاجاه لو استطاع انه يحقق الفوز على فيتا كلاب في المباراه القادمه، لان طبعا يكسب 5 الفيتا كلاب وبعد كده يستقبل سيمبا التنزاني 8 يوصل للرصيد 8 نقاط، اعتقد كده هيبقى قريب جدا 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 من التاهل للدوري دور الثمانيه. ولو اني شخصيا مش فنيا بنتكلم على الكوره بس بغض النظر عن الظروف الثانيه، فيتا كلاب طبعا هو اقوى فريق في المجموعه ديت بعد النادي الاهلي. طيب خلينا نروح بقى لدوري المصري الممتاز واللقاء القادم قصاد انفي في الجوله 13، الجوله المؤجله من الدوري الممتاز للنادي الاهلي يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله. شايف اللقاء ده ازاي؟ ولو هنتكلم على انفي، شايف في مين عناصر خطوره ممكن النادي الاهلي يعمل لها حساب في الفريق البترولي؟ هي الكره المصريه عموما في الدوري المصري ما فيش فيه بقت عناصر مؤثره قوي، المستوى كلها متقاربه، الافكار دايما بتعتمد دايما على الضغط الشديد جدا في نص ملعبك، بتسيب المنافس اكبر فتره ممكنه او اكبر مساحه ممكنه في نص ملعب ان هو يتناقل الكره. انا مش شايف ان الانبي في عناصر قويه جدا يقدر الاهلي يخاف منها او يقلق منها دفاعيا، بقدر ما اللي يهمني ان مارتن لاسارتي، وانا اعتقد ان هو هيعمل ده، ان هو محتاج انه جيرالدو يدخل عشان خاطر يعوض ناحيه السرعه. طبعا انك انت وانت بتلعب مباراه كل 48 ساعه كل 72 ساعه بعد مباراه سيمبا التنزاني، فانك انت تدخل عناصر جديده زي جيرالدو، عوده طبعا رمضان صبحي هتبقى مؤثره جدا، فممكن انت تحتفظ بحسين الشحات في المباراه ديت على دكه البدلاء برضو تديله جزء من الراحه. طبعا تكتيك كابتن علي ماهر هو قريب جدا من تكتيك حسام البدري اللي كان بيقود الاهلي قبل كده في مواسم سابقه، بيعتمد على 4-2-3-1، تتحول تلقائيا الى 4-5-1 في منطقه او في وسط الملعب بتاعه، بيعتمد اكتر على تدليل المساحات، فانت محتاج تكنيك عالي جدا، محتاج انك انت تعمل ال 3-4-3 اللي انت كنت بتستخدمها في مباراه سيمبا التنزاني، انك انت بتخلي قلب الدفاع او الارتكاز الوسط يقع ما بين قلبين الدفاع وتبتدي تعمل ستريتشنج لمساحات الملعب. انفي كمان تعاقد مع مهاجم تنزاني كان بيلعب في فريق سيمبا التنزاني. تقريبا يعني برضو ما اظنش ان في حد من في الدوري المصري او في الفرق عموما، دايما الفرق متقاربه جدا في المستوى. صحيح. بس كمان طبعا انت دلوقتي في المركز ال 14 معهوش غير 21 نقطه تقريبا، ملوش غير ماتش بس واحد هو اللي متاجل، هو كان اللي هو هيبقى ماتش الاهلي اللي هو جاي يوم الثلاثاء ان شاء الله. طيب بمناسبه ان احنا بنتكلم بقى عن الدوري المصري الممتاز، في طبعا ازمه كبيره كانت مفتعله في الايام اللي فاتت دي عن مؤجلات النادي الاهلي. سمعنا انديه بتطلع بتقول مش لاعب غير لما الاهلي يلعب مؤجلاته، تطلع انديه ثانيه تتحالف معاها برده مش هلعب احنا كمان غير لما الاهلي يلعب مؤجلاته. شفت الازمه دي ازاي؟ هي مفيش ازمه، هو بصراحه مفيش ازمه، هو في نوع من انواع الاصرار على انك انت تبوظ بطوله الدوري. انت عايز تبوظ بطوله الدوري. الانديه اللي بتتكلم ديت، انا مش بتكلم في فكره ان الاهلي المفترض، انا عن نفسي كايمن كشخصيا انا اتمنى ان جدول الدوري يبقى منتظم، اتمنى ان الانديه كلها تلعب بشكل متتالي او بشكل متوالي، لكن الناس اللي بتتكلم في هذا الموضوع
ما درسوش احنا لما درسنا في كره القدم ازاي انك انت تعمل قرعه في لجنه المسابقات، ازاي انت بتعمل قرعه، القرعه ديت بتستمر او انك انت لما انت بتستلم فريق، الفريق ده يفضل يمشي وراك او يفضل يمشي على بقيه الفرق الدوري. يعني مثلا احنا بنتكلم على واحد ورقم 16، الاهلي واخد رقم واحد وانبي مثلا واخد رقم 16، انت بتاخد انبي الاول وبعد كده انبي بيبتدي ينزل على بقيه الفرق من 2 لغايه 15 على مدار المسابقه. فانت لما بتاجل له ماتش بتحتاج انك انت ما تخليش بنظام المسابقه ككل، محتاج انك انت توجد له وقت فاضي زي اللي حصل دلوقتي، ان الاهلي يلعب مع انبي يوم مثلا الثلاث وبعد كده بيلعب في الاسبوع الطبيعي جدا بتاعه. لكن انا مش هينفع ان انا العب مثلا انبي يوم الجمعه وبعد كده ارحل ماتش حرس الحدود لماتش تاني، لان حرس الحدود هنا ما لعبش وبالتالي تاجل له ماتش بدون لازمه. يعني صحيح. انا دلوقتي كده بلعب انبي بدل حرس الحدود، طب ما حرس الحدود عنده مباراه وهكذا. فالمفترض انك انت بتعمل ايه، انت لو انت كلجنه المسابقات قررت انك انت تعمل هذا النظام وكنت بتعمله من زمان، على فكره ده ما بيحصلش في اي حته في العالم. يعني فكره انك انت تعمل المؤجلات بنفس الترتيب بتاع ده مش موجود حتى في الدوري الانجليزي. يعني الناس لو بتيجي تتكلم او اللي هي بتقول مثلا في الدوري الاسباني او في الدوري الانجليزي، لا على فكره المؤجلات مش بتقام بنفس التاجيل بنفس ترتيبها، بل بالعكس احنا مثلا في البوكسنج دايز الجولات اللي بتبقى موجوده في انجلترا عشان خاطر فتره الاجازات بتحاول قدر الامكان ما يبقاش فيه تنقلات كتيره جدا ما بين اللعيبه نظرا لضغط المباريات. في المقابل كمان احنا ما بنيجي نتكلم على المنافسين، لو بنتكلم على المنافسين فاحنا نتكلم مثلا الاهلي لاعب اول وتاني اسبوع كان بيلعب النادي الاسماعيلي والنادي المصري اللي هما تاني وتالت الدوري الموسم الماضي. فانت لعبت فريق قويه بالفعل، لعبت فرق استطاعت ان هي تكسب بيراميدز على سبيل المثال زي الاسماعيلي، ولعبت فرق زي النجوم اللي استطاعت انها تفوز على الزمالك. فانت بالتالي انت لعبت فرق متوسطه وقويه، وكمان الفرق مفيش ماتشات متاجله كتير، انت ما عندكش الا مباراه انبي هي اللي مؤجله وانت هتلعبها. وفي المقابل ان مثلا ماتش زي الزمالك ما تلعبش لغايه دلوقتي مع الاسماعيلي. صحيح. كمان انا مش عايز اظلم الاستاذ عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، لان احنا كلنا عارفين ان في سببين تانيين مهمين جدا. اول سبب الطيران في افريقيا، ان الاسماعيلي مثلا كان على سبيل المثال والاهلي كمان كان بيواجه هذه المشكله او بيواجه هذه المشكله حاليا في فكره حجز الطيران لتنزانيا عشان خاطر لقاء سيمبا اللي هو الثلاثه اللي بعد الجاي، وكان بيقال ان في كلام ممكن يتم تاجيل لقاء حرس الحدود، ده نفس الازمه اللي حصلت ما بين الاسماعيلي والمقاولين. دي نقطه. النقطه الثانيه ان كمان قرارات الامن، يعني انا دلوقتي جالي قراري امني ان انا ما ينفعش ان انا العب الاهلي والزمالك دلوقتي. صحيح. فانا هعمله ايه؟ ذنبه ايه؟ يعني انا دلوقتي انا مش، وخصوصا ان الدوري انا متفاهم وجهه نظر المنافسين ان انا عايز استغل المنافس بتاعي في اضعف حالاته، لكن على سبيل المثال مثلا في موسم تتويج الزمالك بالدوري والكاس فمن حوالي 4 سنين لما لعب المباراه النهائيه او مباراه الختام كانت قدام مباراه وادي دجله، كانت في الاسبوع ال 24، يعني انت كنت بتلعب مباراه من الاسبوع ال 24 في الاسبوع 38. صحيح. فانت احيانا بتواجه بعقبات انت غصب عنك فيها. اكيد. مفيش مشكله انك انت لو انت عايز تطبق هذا النظام من الموسم القادم مفيش مشكله بشرط موافقه الامن. طيب شايف ازاي تصريحات كابتن حازم امام اللي طلع وقال ان يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله هيكون في اجتماع للانديه او رؤساء الانديه ال 18 اللي بيلعبوا في الدوري الممتاز ويتم التصويت ايه اللي هيحصل في الازمه دي؟ هو السؤال الاهم فين ال 15 نادي التانيين؟ يعني احنا الخناقه الكبيره اللي ما بين الاهلي وما بين الزمالك وما بين بيراميدز، خلينا بس واضحين ان الاهلي ما عندوش خناقه. لا الاهلي يعني جاله يوم 16 اللي فات جدول لمسابقات الدوري او جدول المباريات القادمه ليه، وهو قال انا هلتزم بهذا الجدول خلاص، يعني هو ده الجدول اللي ليه ومش محقق اي حد من العصر. انا فاهم. هي خناقه، هي خلينا برضو نقول ان هي خناقه او هي اصرار او هي معركه. احنا دلوقتي بنقول ان الاهلي، وبعدين هي برضو توقيتها غريب جدا، يعني مع استعاده النادي الاهلي للانتصارات والطبيعي لمستوى الطبيعي بتاعه ابتدت الانديه الاخرى، يعني ده بتاع الازمات ملهاش اي لازمه. هي تصدير ازمات، هي محاوله تصدير ازمات لكل واحد بيحاول يضغط نفسيا على الطرف الاخر. صحيح. بالظبط كده. انا بتكلم على هي فكره ممتازه جدا ان حازم امام او كابتن حازم امام يقول ان الانديه تقعد تصوت، بس هتصوت على ايه؟ لمصلحه مين؟ ما هي دي النقطه. هي الفكره في ايه؟ ان انا دلوقتي لما باجي اعمل دوري رابطه المحترفين اللي انا الواحد بينادي فيه من 2014 وبنقول يا جماعه لازم يبقى في دوري رابطه المحترفين، او الدوري بتاعك دوت لازم يكون في عندك ممثل من كل نادي بيديروا منظومه معينه او بيديروا النظام بكامل مسابقاته وكامل لجانه ما عدا مسابقه كاس مصر، وتعين رئيس لجنه مسابقات وتعين كل حاجه عشان خاطر يكون كل الامور بدون ما يكون فيها اي نوع من انواع التحيز لاي نادي على حساب اخر. لكن انت هتصوت ازاي؟ يعني انا دلوقتي انا كاهلي، هو برضو مش منطقي التصويت ده دلوقتي، فعلا في ازمه ما بين ثلاث انديه. لو احنا جبنا 18 رئيس او 18 مسؤول عن كل نادي هيكون التصويت بناء على ايه؟
هل هيكون في مجاملات؟ هل هيكون مثلا في تصويت مقابل شويه تدعيمات؟ هو بس انا دلوقتي مثلا نادي النجوم مع احترامي لي او نادي بتروجيت مع احترامي لي هيجي يصوت على لقاء الاهلي وبيراميدز او اللقاء الاهلي والزمالك بناء على ايه؟ هو مش طرف. يعني ايه السبب؟ يعني انا مش فاهم الاجتماع بال 18 نادي ده بناء على ايه؟ وده غير طبعا ان كمان موقف النادي الاهلي واضح وصريح ونهائي، احنا خلاص احنا جالنا جدول يوم 16 اللي فات الموضوع انتهى خلاص. هنا بقى لازم احيي راي مجلس اداره النادي الاهلي ان هو استبق البيان ده قبل اجتماع اتحاد الكوره اللي اقيم يوم السبت الماضي ببيان كان سريع وقوي وحاسم جدا. انا ما عنديش مشكله خالص في المواعيد، هستمر على الجدول اللي تم اخباري بيه واللي انا لعبت بيه بالفعل عده مباريات. حضرتك عايز تاجل اي مباراه ثانيه اجلها براحتك، لكن انا في الميعاد ده مش هلعب مباراه ثانيه لحد مارس، لغايه مارس. فطبعا انت لو انت بقى مثلا الناس بقى برضو اللي بتتكلم في فكره ان احنا نرحل بيراميدز بعد لقاء الزمالك، بيراميدز ايه علاقته؟ بيراميدز هو شايف ان هو بينافس بيراميدز، بس بيراميدز لا هو عنده بطولات يعني عربيه، لا شارك في عربيه ولا في بطوله افريقيه ولا اي حاجه. لا هي الفكره مش في كده، هو بيراميدز بيقول ان انا الاهلي بيلعب هيلعب مباراته الثانيه امامي قبل ما يلعب قدام الزمالك. فهو بيراميدز معتبر نفسه منافس على بطوله الدوري، لكن خلينا نتكلم بالارقام. ان الزمالك دلوقتي فارق عن بيراميدز عده نقاط، والزمالك لعب ثلاث مباريات اقل من نادي بيراميدز، وبالتالي في فرق جاب كبير جدا. الخناقه الحقيقيه او المعركه الحقيقيه على الصداره هي معركه الاهلي والزمالك، مش معركه بيراميدز خالص. صحيح. استاذ ايمن محمد المحلل الرياضي في موقع الكوره، نورتنا النهارده اكيد في الكلام في الميديا وفي قناه النادي الاهلي. شكر جدا يا شيماء على الاستضافه الكريمه. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده في كلام في الميديا، اشوفكم بكره الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.